I got 100 of my subscribers and gave them each $10,000. كم عدد المشتركين اللي جابهم مستر بيست؟ صح عليك، هذه فكرة مقطعنا لهذا اليوم. جيب أكلك وعصيرك، لا تنسى اللايك والاشتراك والعب معنا. 30 ثانية فيديو ونحاول نكتشف ونركز كل الأشياء اللي فيها. بيسألنا المخرج 3 أو 4 أسئلة على كل فيديو، أكثر واحد يجمع فقاط أكثر واحد يجمع نقاط هو الفايز. ركز ركز عشان تعرف. بعطيكم وجبتين من جامبرجر ولا أحلى. واحد هوت دوغ، واحد سبايسي تشيك. هذا مكتبنا فنانة صح؟ هذه يبيلها كذا. شوف شيك لي. وش جاوب؟ جاوب على ايش؟ ما في سؤال، ما في سؤال يا عجل. حطنا حافظها. انتم قلتوا لا تتكلم، اسكت. انت يا اخي تخرب القوانين. الحكم كان ينص اول واحد. لازم ترفع بعد القانون. كان ينص اول واحد يرفع يده. خلاص هذا القانون. انا سويت شيء غلط. لو سمحت الحكم هو اللي يختار. انا لخبطت الحين بس. جوعي قدها. الحمد لله انه مختارني. والله ايش كنت تقول؟ جراند تشيكن. اسمع، لا ترفع يدك يا ثامر، بس هذا النظام الجديد. يلا لا. هذا بدي شخص بدي يزعله. يلا هات. تعمل عشان ما يزعل. يلا وش اسم المطعم؟ شو اسمه؟ علمنا ما نعرف. جامبرجر. عطني نكتة. يلا. كري. هذا هو راح بعيد، راح بعيد. خير شيء عرفه. ها؟ سبايسي تشيكن ونقانق. نقانق هدول؟ ايه. صح. صح؟ انت فايز صح؟ سؤالي بعده. انا رفع قبل. انا اول من رفع يد. انا اول من رفع يد. وارجع للفار حكم. حكم ضميرك، ما عليك من المطلوب اخ لانه صعب المقطع. اخي حكم شكرا. هذه ساندويتش سبايسي تشيكن. جايله بالعافيه. والله لذيذ، والله لذيذ. تسوق مد تستاهلون الحين. وجه بعد 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 المقطع 10 من جامبرجر. يلا اللي بعده. تبي تصير مزارع؟ قابلني في المكان اللي برسل لك. تبي ترك الماجد؟ الماجد الماجد الماجد. السلام عليكم. علي هوجن، مدير اعمال اشهر مدير اعمال مصارعين فيك يا منطقه. والله صعبه. اوكي بسم الله. وش العلم؟ طلع طلع علم ولا طلع علم؟ انا ما شفت علم. شفت علم نادي؟ لا. اوه ثاني رفرف. ابى اخمن بما ان هالوضع حظ. البرازيل؟ السعوديه؟ اسبانيا؟ الاتحاد. طيب وش الحكم؟ وات بالله عورنا عشان ال روح. اوكي يلا عطنا سؤال ثاني. يارس. ليتس جو. يارس تويوتا. يارس اسمها. يارس. وش اسمها؟ يارس. يارس 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 يارس. روح سنة بعده. المجد. المجد قلنا ارفع يدك بدون ما تجاوب، لان دريت ان هذا يصير كلهم يعرفونه. فقلت صح. اي بيموت السؤال. بيموت. لازم انا بموتك هنا الحين. ييريس. علي هوجن. والله المفروض ما اتكلم. اخصم من اخصم من استاذ. احنا اتفقنا انه ارفع يدنا. العذر اللي قبل شوي كان والله كلهم يعني بيشاركون. حكم كلهم بيشاركون. حكم ورطنا الحكم. انا ساكت. لا 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 رفعت يدي اول. هذول لا هذول كلهم قالوا ايوه هذا. انا اقول استوب. انا ما تكلمت. علي انتم كذا في قناتكم تظلمون الناس. اي نظلم. انت قلتها. والله اني ما قلتها. والله اني رفعت يدي. لا انت وياك يعني لا تحلف. والله اني ما قلت. انا سمعت فوق منك. لا تحلف انت الاثنين. لا تحلف. ارجع صدقني ما شخص انا الف. ما يقول اللي رفع يده. خلاص ايوه هو واحد رفع يده بس هذا الثاني هو قال ما يتكلم. خلاص ما تكلم. والله انت منافسه. انت سوسه منافسه. شفت كلامي صح؟ شفت كلامك ما تكلم. حسبي الله يا كذاب. حسبي الله بالله. انا اقول النقطه تروح لفراس. حلوه حلوه حبيتها. حبيتها انا بشيء حبيتها لاني ما عندي اي امل اني اجيب اي اجابه ثانيه. الوضع والله I was just talking with them. So are you okay with me buying everything in your store? I hope so. Yeah. All right, we're gonna buy everything in their store. Let's do it. هذا والله فلوسه ما تخلص شباب. As you can see, our GameStop is empty. We literally bought everything. He's currently pulling the receipt. سايبر بانك كول اوف ديوتي. طبعا انا ما رفعت يدي.
انت شفتني طيب حبيبي ما حد يشوفك انت سو رفع قبلك هو رفع قبلك يا سنفر معترض سنفر معترض خلاص تبي لعبه ثالثه ريزيدنت ايفل هذه فوق البيعه ما شاء الله عليك الله انت سنفرات ما شاء الله انت سنفرات يلا عطنا سؤال بعده ريزيدنت ايفل وسايبر بينك لا اصبر اصبر سايبر بينك اصبر والله كثير كثيرين لا واضح انا عارف ست اشخاص يطلع في النقطه انا عندي الاجابه يا حكم رافع يد اسكت خلاص عندي الاجابه احس انه في المقطع كله والله اثنين خير ان شاء الله والله الحكم والحكم والله نحبيه بمره حكمنا اليوم لا الحكم كيف سهل حكم كيف تفوز عليه لازم انت سؤال يعني ما ودي مره اجاوب كان عليه اغراض واو صح ولا غلط ورود شايفها ورود حمراء قاعد عارف شايفها الحين ولا قبل لا لا قبل لا يا ابو كل مره يشككون والله من حكم اللي عدى الفيديو اكيد بيشكك من عدى الفيديو الورد كان من الاغراض انت ورد يا زهرك يا عطنك عطنك طير اللي بعد سمك الله يصدق في شيء باقي ايه بس خلاص راحت جهزها من اول ابيض واحمر لا لا انا قايلها في الفيديو عطني نص طيب عطني نص يا عيال سؤال للمتابعين الحين انتم جالسين تجاوبون عارفين ايش يصير؟ كل الاسئله والاجوبه انا ما ادري عنها والله هذا لان عندك بطء استيعاب لا 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 ما انا غلط صح معليش معليش اني اغلط عليك لكن هذا الواقع ركز ركز المخرج سحب علينا سالفتنا وقرر يبدا يلا ما انا المخرج يلا لا تغلط على حكم يلا روح زعت معك ها سبع انا وهاي قاعد اقول لك I'm blind follow me in the back of a line. Oh, no. Okay. Are you sure? Can I help you? Yes, picking up for Dunphy. It's on hold, I believe. Beautiful day, I was told. Here we go. Credit card? Just to be sure, that is turquoise, right? Because my wife said it also comes in emerald. Sir, it's a very long line. Okay, can I have it for 1 second? Thank you. $5 Yep, that doesn't feel like turquoise. You can feel color. You gotta be kidding. When you lose one sense, all your other senses become heightened. That's why you sound so loud and judgy. My mistake, sir. I'll be right back. Okay. Here it is. Hey, he's messing with the blind guy. Thank you, wherever you are. تكفى بسرعة عطنا أسئلة خاف تطلع معلومات من راسي تكفى عطنا أسئلة بسرعة السؤال الأول ببالي لما معلومة واحدة بنجيبوا معلومات أنتم أنا جبت معلومات كثير وصدع راسي هذا الشيء مركز عليه ثلاثة أربعة اثنين يا غبي أما ما عديتني صادق يا رابع عنوان كم واحد في الطابور أنا زمردقي اسمه كذا هو قال زمردقي اخضر غامق اللي هو يبي اللي قالها بالعربي حتى ايوه اي بس قالها بالترجمه ايش قال بالضبط زمردقي هو ما ادري باللون اجل اخضر غامق ما قال زمردقي حكم شوف انا الوحيد المؤدب ما هم يجاوبون ولا ما يجي اخضر غامق مكتوب بالترجمه حبيبي ارجع ورا ارجع ورا انا ولا هو ارتاح انا ولا هو ارتاح ارتاح انا ارتاح ارتاح انا ما يدخل نقطة لي سؤال ليه 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 حكم قاله لون قميصها ازرق وابيض واو والله قاعد كحلي ما شاء الله ارجع شوفها يا زمردي ما ادري زمردي ارجع شوفها حكم كحلي انت وش فيك اليوم قاعد تعارض 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 خلاص خلاص هديها في حكم صحيح حكم لابس نظاره ما يشوف زين بس شكرا الله خمسه كلها تقول لها ابيض ازرق احمر اخضر هذه فرشه متاكد منه باقي واحد زيتي لا عنابي بني قايل لك بني يا اخي كذاب انت جبت الوان اللي جاء كلها شفت اول اجابه ضمن ضمير كنت اعرفها هذا السؤال الوحيد اللي حافظه انا قعدت احس اعد الوان الرفوف اللي ورا طيب يلا بسم الله يو فيلم بلانك توداي اي ونت jet skiing. Okay. Dressed up as like Elvis and eating spaghetti. Thank you. How many of them?
تو الكلمات اللي ذا والله اللي جامد. اوكي يلا. ترى طلع مرتين. طيب هذه نحاسبها هو ما حسبها. اعطني نص. يا اخي ما انت سؤاله. يا اخي ما انت سؤاله. وش الب اعطوا الجواب. صح صح. اسكت اسكت ما تجي اسكت. يلا جاوب. جاوب. يلا جاوب. لا بس كمل. لا انا بس ابغى جاوب. ابغى سكت بس. انا سكت جاوب. خلاص ما نجاوب. اسكت الحين ما جاوب. ما يجاوب. لا حقم. ليش ليش؟ حقم ليش؟ ما تحب المزح. ما ادري. الشيء اللي كان او ايش الاشياء اللي كانت موجوده. يلا جاوب جاوب. يلا جاوب. ولا حد. يلا جاوب. يلا يلا. العظيم. حرفيا ما اعرف. اسمع كراتين. انا ادري اللي جاب وش. طاقيه. لا مو طاقيه. طواقي. كاب. خلاص ما يحسب لها. هلاليه. صبر صبر. المفروض انا اعطيتك الاجابه الصدق. كاب هلاليه لا يجيب من عين. والله المفروض خلاني اجاوب. ايش لون غطاء الاكل والله ما ذكرت هذه. هو نوعا ما رفع يده صراحه يعني. لا انا شفت هذا والله شفت فراس. اي لا تخش لا تخش. والله شفت فراس. هو بنفسه يقول عبد الله رفع يده قبل. والله شفت فراس. فراس فراس امانه. دقيقتك بالله. حكم 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 حكم. دقيقه دقيقه. عم للناس فراس انا يعني اي بس انه لا السماجه هذه لا انا عرفت يدي اول اي احمر بس يعطيك العافيه خلاص الحمد لله انه جاوب والله بغيت اقول ازرق المعلومات ها خل اي بنتين ما ركزت في بنات ما انا شفت لوحه عليها المغني البس مرتين حكم في لوحتين مو بلوحه واحده ارجع تشكيك بالحكم يا صارت قبل والله قبل والله يستاهل في لوحتين انا اقول فوز زامر شوف الجبار تذكروني مسكتوني شوف اللوحه الثانيه يمين مبروك زامر الفوز يعطيك العافيه والله يمين بلا معرق ليش يفوز خلاص خلاص تريبل انا قلت تريبل انا دعس انت اعطيته خلاص تريبل كم كم نقاط كم كم نقاط ايوه اصبر انا خل ثامر اخر شيء ما اخذ تربل. ستة. تربليك؟ اصبر هذه هذه هذه. القم عشان ما تسكت ضيف. لا تكلمني قبل شيء ما اخذ. لايك واشتراك رابط القناة تحت مع السلامة. تدري شنو من تحت تعرف؟ كمل وبيجي الحين يصك على عينك الله يشغلك. وإذا جالس يصفك تقول أنت ليش تشتغلون؟